رجعت إلى الصف يا لالي وانضم وتشحش على البالي راعي راعي الأقصى الجر الونة 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 من الأرض من صعب فنة شوف الطير سمع الطير والإبقال في الخيزران تميل قال من ثلاث أول نديم الماضي دايم بفن عادل وقاضي من كلام أول سيول فياضي محل قديم برسمة برياضي قول الحاسين وسافرت في بحر وموجه عيالي وعندي رباعه ما يروبها بحيالي ما ريت منهم واحد يرثيالي كل واحد من الخير كفه خيالي كيف قال؟ مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من نديم الماضي. هالمرة احنا في ولاية الخابورة بمنطقة الباطنة. وقت ممتع، وبعد الفاصل واللغز راجع لكم. نديم للماضي نديم للماضي واللغز هات ولا تفسر بايت على الجوزر يجيب بالدور بين كل شي قريب حساب الفلك امر تعيب يرسخ براس القرهمان يرسخ باوتاد وزمان مفهم ويا راعي الفهم كل شي في الدنيا بنظام الكون منظوم السنين الكون منظوم السنين مقسوم ما بين الاثنين الليل ونهاره قرين ما يعاس من امر البيان ما يعاسمين في الشهور طوع شيره على 12 فروع والله ما قامت بالزروع لا تاخذ اقول ابوان هذا هو لغزنا اللي ودي يعرف الاجابه يتابعنا للاخر بايت على الجوزر قريب الدور بين كل شيء قريب ساب الفلك امر تعيب يرسخ في راس القرمان والدي إذا ما بدينا نسأل
نعم. ونقول عن فنون الخابورة. نعم. شو من الفنون الموجودة إجمالا في الخابورة؟ فنون متعددة يعني. أها. في عندنا يعني فن المالد، وعندنا فن العيالة، وفن الرزحة، وفن التغرود، وفن الطارق، وفن الونة، وفن المسبع. ما شاء الله، يعني عدة فنون. كل هالفنون موجودة هني؟ موجودة. نعم. وما زالت تمارس إلى اليوم؟ ما زالت، وإن يعني كانت مستوى أقل يمكن. أقل يعني. راحوا الناس شياب الله يرحمهم، راحوا من الرماميس اللي كانوا موجودين هي في كل الفنون وكانوا مشهورين على مستوى السلطنة وساحل الباطنة. اللي كان معروف في ولاية الخابورة في فن الرزحة وفن الميدان الشيخ شبين بن عامر الحسني الله يرحمه. الله يرحمه. في منطقة رديدة خابورة. وغيره واحد اسمه مبارك بن عبد الله بن خاطر. اي نعم. هذا ناس معروف عنهم يعني. انهم رميزة. مشهورين. اي نعم. نعم. وفي بعض ناس غيرهم ولكن ما تحضن الذاكرة يعني. ذاكرتهم. ومعظم الرماميس الكبار توفوا الله يرحمهم. توفوا الله يرحمهم، باقي الناس يعني مساكين تعبانين شوي. قلة الصحة. ولا موجود المواهب معهم. الله يعطيهم الصحة إن شاء الله. الجميع. ويعطيك إن شاء الله الصحة. الجميع. وأنا يعني من بعد شوي شوي يعني ما وايد. زين. لا فيك الخير، فيك الخير بارك. أنا شفت مؤلف عندك هنا. أي نعم. اللي هو هذا مؤلفك؟ أي نعم. ديوان المواهب الشعرية. الشعرية. نعم. للشاعر العماني عبد الله بن سعيد بن خلفان الوهيبي. نعم. وها ما شاء الله صورتك. نعم صورتك. قديمة هالصورة. اي من زمان هذه. الثمانينات. الثمانينات. نعم. هني بالسلطنة ولا بالخارج؟ في السلطنة. ايوه. ما شاء الله ما متغير. لا. بس هذا على ويش يحتوي هالكتاب الواحد؟ هذا الكتاب يحتوي على عدة مواضيع. في بالاشعار العربية الفصحى والاشعار الشعبية. اي نعم. في قصائد دينية، وطنية، اجتماعية. اي نعم. يعني في معظم القصائد يعني اكثرها يغلب عليها الطابع الديني. الطابع الديني. ايوه. وبعدين عندك في فن الميدان، في فن الميدان قليل يعني ماشي. نعم. في فن المسبع موجود، في فن الطارق. كله موجود. في فن التغرود. العازي. اي نعم. الرزحه. ناحيه بن ساعد اللي يسمونها الناحيه الطويله. الطويله. ولاد العود يعني موجود. نعم. وكلها من تأليفك هل؟ كلها من تأليفي. نعم. أي سنة أصدرت هالديوان الوالد؟ الديوان هذا ابتدأت بتأليفه في سنة 67. نعم. لما كنت في البحرين. نعم. وكملته في آخر 88 وطبعته. نعم. أخذ يعني بديت في البحرين وكملته هني. وكملته هني. أيوة. وصدر سنة 1988. أي نعم. مطبوع في صحافة. وهذا هو الديوان الوحيد لك؟ عندي ديوان غيره. ديوان فيض المواهب. اي نعم. على يعني يحتوي على قسمين بالعربي الفصحى والاشعار الشعبيه. الاشعار ديوان صغير. يعني نقدر نسميك الوالد عبد الله انت جامع لكل الفنون تقريبا. والله البعض ما كلها. زين. وفي ديوانين بعدها يعني جاهزه للطبع بس امكانيه ماشي عندي. يلا الله يسهل ان شاء الله. جميع ان شاء الله. الله يسهل. طيب هذه النار الهاديه الليليه. نعم. تدعون ان نسمع شيء بيكون ان شاء الله. حاضرين. ايش بنسمع؟ اللي تريدوه. اللي يكون منك كل زين. اللي منك كل زين معنا. ها وتامروا فيه. ما يامر عليك عدو. ما يامر عليك عدو. وعسى الله تعالى يقدرنا على ما فيه الخير. زين. تفضل. تفضل. ابدي كلامي بالتحيه والسلام اهدي عليكم أهدي سلام عليكم كل وقت وحين أبدي كلامي بالتحية والسلام أهدي سلام عليكم كل وقت وحين من يوم غادرت المواطن والمقام لو تعلموا ببايت في غصة وحزين. هذا شلتي. ايش اسم هاي الناحيه؟ هذه الناحيه لال العود. لال العود. ايوه. ومتواجده معكم هنا. متواجده. زين. وفي بعد قصيده من فن الرزحه. اها. هذه ذكريات رحله قمت بها انا واحد الاصدقاء اسمه عبد الله. زين. في طلب الرزق. فصادفتنا امواج في البحر وطوفان.
قديمة إذا هذه قديمة. وفي القصيدة أيضا ذكر النخيل في منطقة الباطنة. أه. وقد تركوها أهلها وقاموا بإصلاح المزارع في الصحراء. شوف أنت. وأنا عاد أعاتبهم شيء. تعاتبهم يتركون خيلهم؟ إيه. وراحوا يسووا مزارع في. يسووا مزارع في الصحراء. في الصحراء. أقول فيها القصيدة هذه: يا لابتي يا أهل الوفا سيروا معي صوب البواطن والنخيل الوايدات، حدم العرب أرض الصحارى يزرعي، وتلقى النخيل الأولية مهملات. يا ديرتي فهمي كلامي واسمعي، هذا كلام قلت بخالص النيات، ما أبغي المدايح أكتب ألفاظ معي، ماخذ مقالي من بحور زاخرات. وسمعت عن أخبار نظم الدرسعي، قول يعبر عن تفاسير اللغات، يا وازن الفضة تعال احضر معي، قرب وزانك خذ لك من الذهب أميات. شنف مسامعنا بمقالك واسرعي، واليوم حاجتنا على حفظ اللغات. سافرت في بحر مهول مفزعي، والنوخذة كانت يدينه قاصرات، والموي عالي والسفينة تسرعي، والشرع بالأرياح صار انتارسات. غبة سلامة جينا وعبد الله معي، لمسلم الله من البحور الطاميات. غبة سلامة. هي غبة سلامة. غبة سلامة جينا وعبد الله معي، لمسلم الله من البحور الطاميات. وحمدت ربي سامع قول المدعي، منقي الغريق يلي في الشدة هيبات، من بعد وصلنا أنا واللي معي في البر، وحصلنا السلامة والثبات. عاينت عبد الله عيونه تدمعي، ذاكر محبين وليالي الماضيات، وصلوا على الهادي النبي المشفع، يوم الحشر واختم كلامي بالثبات. صح لسانك. اسمع انت نديم الماضي بدا تسلم من المخاطر يا غالي الأثمان. شوفك يسلي الخاطر خيرة ركاب عمان. شقرة حير الناظر مشهورة في الأوطان. شقرة حير الناظر مشهورة في الأوطان. يلي عليها مسافر بتوصل البلدان. إيه ونهني من الخواطر جلالة السلطان. إيه بالنهضة والمفاخر قدره رفيع الشان. أزكى سلامين عاطر على ربوع عمان. تمت. صح لسانك. صح لسانك. جميع جميع. يسلم هالصوت إن شاء الله. جميع. الوالد أنا ملاحظ شيء. نعم تفضل. ما شاء الله خطك منقوش. هذا خط على عجل. منقوش ما شاء الله. خط على عجل هذي. يعني من زمان وأنت تخط؟ نعم من زمان. ما شاء الله خطك طيب. نعم تقريبا أنا ختمت القرآن العظيم في سنة 1370 هجري، الحين 56 سنة من ختمت القرآن، عمري 10 سنوات ما شاء الله. الوقت. ما شاء الله. ما شاء. وأمارس الكتابة، وعندي أنواع من الكتابة. يعني تمارس أنواع الخطوط أنواع العربية. يعني العربية. إيه نعم. إيه نعم. عندي خط كوفي، خط النسخ، خط الرقعة، خط الفارسي، يعني موجود كل شيء الحمد لله، من كل شيء شوي. احنا نتذكر انه كان ايضا في كتابة عمانية، في خط عماني. نعم. كتبه بعد؟ اي نعم. كتبه هو الخط موجود القديم هذا اللي كان يستخدم في مكاتب الولاة والقضاء في نعم. الصكوك. في الصكوك. اي نعم. نعم. اي نعم. الحمد لله. جزاك الله خير والله. عيد عقبه يا الله يلي أنت تدري بحيالي، تقلي همومي والكدر ينقيالي،
واشوف ذي الغربه ظنت لي حيالي وسقتني مر بعد شرب ليالي سلم الدنا اللي اشغلت لي بيالي ودعتني في ضيق وكدر وين كيالي ويا ما نهاني والدي واوصيالي لو انت بعته ما تكدر حيالي قال لي بنصح في كلامه غيالي بنصحك عن صحبة الجهيالي وعن تصحب الأوغاد والأنديالي وعن لا ترابع واحد بالطيالي ونسيت هذا القول والأقويالي وهذه نصايح مشتراها غيالي وسافرت في بحر وموجه عيالي وعندي رباعه ما يروبها بحيالي ما ريت منهم واحد يرث عيالي كل واحد من الخير كفه خيالي اما البحر يتحمل الاثقالي ترسي عليه السفن بالاحمالي ولا الحوار ولو تشوفه عيالي ما يقطع البيدة مثل نجم عيالي هذاك بعده ما كمل أحوالي ويبات من عقب الفطام شيالي ألف تقولي في كلام أمثيالي وصلوا على الهادي وكل العيالي. اللهم صل وسلم عليه. هي نصيحة نصيحة كنا. نعم نصيحة. انثرها الوالد كيف قال منثورها؟ تقول يا الله يلي أنت تدري بحالي تقلي همومي والكدر ينجالي. ينجالي. وأشوف ذي الغربة ظنت لي حالي وسقتني مرا بعد شرب زلالي. زلالي. سلم الدنا اللي أشغلت لي بالي ودعتني في ضيق وكدر وانكالي. ويا ما نهاني والدي وأوصالي لو انتبعته ما تكدر حالي. قال لي بنصح في كلامه غالي بناصحك عن صحبة الجهالي وعن تصحب الأوغاد والأنذالي وعن لا ترابع واحد بطالي ونسيت هذا القول والأقوالي وهذه نصايح مشتراها غالي وسافرت في بحر نموجه عالي وعندي رباعه ما يروه بحالي ما ريت منهم واحد يرثالي كل واحد من الخير كفه خالي أما البحر يتحمل الأثقال ترسي عليه السفن بالأحمال ولا الحوار ولو تشوفه عالي ما يقطع البيدة مثل الجمالي جمالي. هذاك بعده ما كمل أحوالي ويبات من عقب الفطام يشالي شوف انت نادم للماضي نادم للماضي ولا غزها ولا تفاسر بايت على الجوزر قيب بالدور بين كل شي قريب حساب الفلك امر انتيب يرسف راس القرمان يرسف اوتاد وزمام فم ويا راعي الفم كل شي في الدنيا بنظام الكون منظوم الزمان الكون منظوم السنين مقسوم ما بين اثنين الليل ونهار قرين ما يخالف امر البيان ما يخالف في شرطه شير على 12 فروع والله ما قامت بالزروع لا تغضى قول بوان هذا هو اللغز مثل ما سمعتوه أما الحل فهو السنة أو مثل ما يقول الحول أو العام نلتقيكم بالغد وحياكم الله بايت على الجوزر قيب الدور بين كل شي قريب نديم قال وغنى نديم قال وغنى رحمن وكاسر نديم قال وغنى مسك وزباد وحنا قالوا زباد وحنا والورث حاضر قالوا زباد وحنا
هكذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة نديم الماضي لليوم، واللي كانت من ولاية الخابورة بمنطقة الباطن. نشوفكم بالغد في حلقة جديدة. تمسوا بالخير، كل عام وانتم بخير. شوف انت لا تبعد خليك كويس طبل رحماني والكاسر المرواس.